نفيقوا ماضي ساعتين نخرجوا ماضي ثلاثه من الدار نعرضوا للنقل نخرجوا من غادي كاين الاربعه كيك نخلطوا لهنا وكاين نبداو نخدموا مره على مره نبداو خمسه ست نروحوا السته تاع العشي جبت مطر ما يهموش كاميون تدخلها على المطر في كراج صابحين نركبوا فيه لا لا يجيبها لك بماه جلب فاك الكهرباء مشي بها للسوق عبى فيها العلوش عبى فيها البقرة عبى فيها حشاك حتى البهيم يجيبها لك قفتك تاخذ فيها ريحة حشاك متاع الزيلة نركبوا كل بطاطا يزيد يركب معنا في الرجيل يعني يمسك تسمعي كلمة الخيبة يسب عليك الجليلة بيني بين روحي ما حملتهاش ناكل في روحي من الداخل فاش يمسني ولا فاش يقول لي كيكة يعمل لك كل شيء تسكت تحملي وتسكت هاي الكهرباء رجت هكا شوي طافي يجي مسبول فوسطك وليه هكا بجاه ربي انا نحن شادين ارواحنا مثال يقولك انت يهبط الشيفور واش تم واش تم يقولوا له الراجل راهي المراه هاي عيطت وصح يقولك غدو ما تطلعيش في كاميون مش تصبحي قيل طحنا من الكهرباء هاز 35 مراه تحل بين الباب اشترها طاحت الكل اللي فيها مات وفيها تكسر وفيها تجرح وفيها لبيس حسيت فك الوقت ذاك اني سيء مت مع الميت قلت صغاري معناها خليتهم صغاري ورايا يا ربي حني معناها قاعدة نبطل ما نبطلش نخدم ما نخدمش معناها قاعد مخي مشوش ساعات شدنا الحياكم نهبط ظلك نجرو ونتدرجو ومن باش مول الكهرباء يفوتنا نخطو علي ونعاودو نركب يجيبنا كياس أعو ظل الكهرباء تعمل هكا بام بينا خاطر بينا راهو نقل خاطر بحياة بينا تعب عظيم تعب صب المطر شكون يخرج هير الكاميون نسي درج رجل ساقينا في الواحد وذا مدز باش تخرج من هنا لك يا صداك ما هو ياسرا يقولك ما يساعدنيش نكرهبتي تمسلي من الله اخرج لاقيني على الطرق تخدمي 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 وتزيدي مرة على مرة تخرجي له كيلومتر دخلتي للفلاح عندك كيما نقولوا زيتو تنجمي تطيحي في النهار كيما نقولوا نهارك يطلع 15 16 الف تعطي المول الكهرباء 5000 تبقى لك 10000 ثم اللي سبت فيها المراه فيها العباد المرضت ثم فيها عزيز تتخدم معانا بطلت مساكين مرضت ما نجمش تقاوم ناي عمري 73 سنه الشهادة البيضة ما عطوش هالي مرة نلقى باش نشتري شوية خبز من عند القواجة ومرة ما نلقيش لو كان عند واحد صور دي مشى الطبيب ما ثمش ما ثمش بالنسبة للراحة يعطوك نص ساعة فطور نص ساعة تفطري سوا سخنتيه سوا ما سخنتيش امورك باش تشربي الماء تشربيه بالسرق باش تمشي حاشيك باش تتع ها لا طبص هكا زيت راسك هود نشوفي لها 11 نتاع الصباح نركيها ل 15000 ونروح نورمالمون بينما اني نخدم قدها مرتي نروح تعبي ما نجيبش نلقي وقت لولادي نحن المراه الفلاحه من سي اصلا نمشي في الظلمه نروح في الليل نخدم في الشتين اك الشتاء هذاك يتعدى على راسي نروح كل فلوس مبلوله اكلو الشمس هذيك تنقب الراس هذيك تعدى على راسي ظلم كبسة بنعملو في البصل وفي الواحد ومكبسينهم ها وجينو نخدمو وراضيين نحن شبينا نحن مجاهدين شكون اللي خرجك في الفلفل شكون اللي خرجك في الطماطم شكون اللي خرجك في الزيت البار اللي انت تصدر فيه البار مشنا نحن نسيه عندي 4 سنين التالي طحت تضرب لي فمي حتى قد جيت ومصلحش معناتها باقي جيم يوجع فيا طحت في الخدمه خلصت في نهايري وروحت بكيت بكيت وروحت اكثر حاجه غاضتني فمي على خاطرش ما لقيتش حتى فلوس باش نقدت قدم الشي هاي
الكورونا اللي صايره مش نفايقين بها، ما معناش عليها حلم، خاطر نروحوا ما نشوفوش التلفزه، نخلطوا مؤخر. نحن نخرجوا بالثلاثين هاك وجوهنا في وجوه بعضنا، نتنفسوا في النفس هذاك يتعدي لي. تنجم تكون فينا امراه مريضه بالكورونا تدخلينا الكل ونموت الكل ونروح ونحن نعدوا صغارنا وتصير فينا حيال. انا مش نجم كل يوم نشري زوز بافيت ب 4000، بالفاير راهي البافيت في الروح هاي. خايفين على ارواحنا ما الظروف، كيخافوا على ارواحنا نموتوا بالشر، بالليل الواحد مش ساكر على روحه يقعد منين ماشي يجي. وحتى حد ما يسمعنا وحتى حد ما يسمع صوتنا جمله. كاينا مش نتوانسه اصلا، كاينا معزولين. ما طلبت من عندك حد شيء، يعطيني حق. اليوم جاء الوقت باش تعطونا حق. نتمنى نقل على الاقل على البرد، على الاقل على السخانه. رانا في الصيف نتحركوا، في الشتاء نجم. انا نطلب حاجه باركه من اتحاد الشغل انه يعاوننا ويلقى لنا حل ويلقى لنا نقل فاش نمشوا فاش نجوا. واحدة كي تخدم نهار يبين قداش تخدم بالضبط ويبين قداش تخلص بالضبط. وعلاش ما يعملوش مستوى ما بين الرجل والمرأة؟ علاش الراجل تخلصوا أقل حاجة 25، علاش نايب 15 ويزيد ياخذ لي منها من النقل؟ هاو نحي علينا في 5000 وهو كارو مثال، أصبح دينار وفي العشية دينار. صغاري نحبهم يقروا، عاونونا على الوقت، أعملوا لنا الشهريات، هلاك سوزونات هذه كل ما عادش نحبها تسير.